أهلا وسهلا بيكو، تشرفنا بزيارتكو. أنا محمد دراتكا، بكالوريوس محاسبة، دبلوم عالي إدارة مدرسية. كنت موظف في وزارة التربية والتعليم لمدة 22 عام. كنت رئيس الهيئة الإدارية لنادي معلمي البلقاء. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامجكم خطوات اردنيه. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقه السيد محمد دراتكي. بدايه يسعد مساك. حياك الله، يسعد مساك. كلك زاف. بدايه سيد محمد، وحضرتك صاحب مركز الايبك الثقافي بالتحديد في السلط، تعرفني وتعرف الساده المشاهدين بنبذه بسيطه عن حالك. اهلا وسهلا بيكو، تشرفنا بزيارتكو. أنا محمد دراتكا، بكالوريوس محاسبة، دبلوم عالي إدارة مدرسية. كنت موظف في وزارة التربية والتعليم لمدة 22 عام. كنت رئيس الهيئة الإدارية لنادي معلمي البلقاء. تقاعدت على نظام التقاعد المبكر وتوجهت لمهنة قريبة من المهن التربوية وهي المراكز الثقافية. فبدأت مشروعي بال 2018، والحمد لله لازلنا بنقدم خدمات تربوية لأبناء مدينة السلط. نعم، تعرفنا أكثر عن مركز الأيبك الثقافي، شو الخدمات الثقافية والتعليمية المقدمة عندكم بالمركز؟ أولا هي مساندة للمناهج الدراسية بجميع فروعها. الشغلة الثانية نقدم دورات تدريب مع المدربين. عندنا توجه إن شاء الله لعقد دورات بتهم شريحة المعلمين، خاصة في قضايا الرتب والخبرات. لازالت في مديرية المناهج، قدمنا دورات نستنى اعتمادها. وعندنا قابلية للانفتاح على أي دورات تقدم ثقافة وأمور تربوية لمدينة السلط. نعم، تعرفنا أكثر عن الفئات العمرية اللي بتستقبلوها عندكم بالمركز. نستقبل الفئات العمرية تقريبا من صف سادس لغاية مشاريع التخرج بالجامعة حتى. نعم. يعني في عندنا كادر تربوي بساعد على مشاريع التخرج، على رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، قائم على التحليل الإحصائي. في عندنا تحليل إحصائي قم به ناس مختصين وخبراء. تقريبا جميع ما يهم الطالب سواء المرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية. نعم، بس بالأصل شو هو الكادر التعليمي اللي بتتميز في مركز الأيبك الثقافي؟ جميع كوادرنا مميزة، والدليل على ذلك المخرجات التربوية اللي بتطلع من عندنا بصراحة. فلذلك يعني أنت لما تكوني مساندة للمرحلة الأساسية وتجدي أن الطالب بلش يحقق نتائج مدرسية على اختلاف المدارس، منها المدارس الحكومية ومنها المدارس الخاصة، تجدي أنه أنت الخدمة اللي قدمتيها كانت نتائجها عظيمة جدا، بالإضافة إلى طلاب التوجيهي، والنتائج معروفة ونسب النجاح واضحة. فلذلك يعني إحنا طلابنا هم أساسنا. نعم، بس برأيك شو سر تميزكم ونجاحكم عن غيركم في المراكز؟ والله أعتقد إنه سر نجاحنا إخلاصنا بالعمل. إخراج النظرة المادية من العمل هي سر نجاحنا. خوفنا على الطالب، معاملته معاملة الابن، سر نجاحنا. عدم قبول الفوضى والطالب الغير مهتم هذا سبب من أسباب نجاحنا. بشكل عام بعدنا عن الناحية المادية، يعني أعتقد أنه سبب تميزنا. نعم، بس شو هي رؤية السيد محمد دراتك المستقبلية لمركز الأيبك الثقافي؟ أنتوا شو حابين تعملوا لقدام؟ والله إن شاء الله بإذن الله، إذا
ربنا وفقنا وكذا راحين نستمر بفتح فروع في نفس المسمى وتوسيع الكادر. وأعتقد أنه رسالة المراكز رسالة سامية، هي رسالة تربوية، رسالة أعتقد أنها تقدم خدمات ثقافية للمجتمع، توعية المجتمع، نساهم بالتربية ونساهم بأمور كثير يعني ما يخص الطالب وما يخص الأهل كمان. نعم، بس بس شو هي أهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتكم بهذا المجال؟ والله القوانين الناظمة أحيانا يعني بتأثر على عملنا بالمراكز الثقافية، فتجد عدم السماح في بعض دورات مثلا مثل ICDL مثل القيادة لأنها مختصرة على بعض مؤسسات، تجدي أنه بتعيق العمل بالمراكز الثقافية. بس أكيد في حد ترك بصمة بحياة الأستاذ محمد وأعطى الدافع لحتى يوصل لهذه المرحلة، فإنتين بتحب توجه رسالة شكر ببرنامجنا؟ أولا أنا بشكر قناتكم، شكرا لأنها سلطت الضوء على قضية اجتماعية بتهم الجميع. نظرة الناس للمراكز ما بين مؤيد وما بين رافض، وأعتقد أنه الرافضين لعدم وصول المعلومة الحقيقية عن المراكز الثقافية لأنه في تشويه لصورة المراكز الثقافية، فأعتقد أنه في ناس كثير برفض هاي المسألة لأنها مش وصلت المعلومة أو حقيقة المراكز والجهد المبذول داخل المراكز. فدائما يعني حتى الشكر بداية من الطالب، الطالب إذا توجه إلى المركز وكان عنده نية تطوير الذات والاستفادة منه راح يستفيد. إذا تابع اللي بأخذه بالمدرسة وتابع اللي بأخذه بالمركز أكيد راح يستفيد. فلذلك إحنا بنشكر الطالب إنه نزل على المركز، إنه بذل جهده وأخذ من وقته ونزل على المركز. نشكر الأهل كمان، الأهل اللي بتابع ابنه، مشترك ابنه في حالة كان عنده ضعف ابنه بمسألة معينة ما قدر يتابعه، بدها تظل هالمشكلة موجودة معه حتى يتخرج. فلذلك يعني الشكر للأهالي، الشكر الأهم من ذلك كله للمعلم، معلم اللي قاعد بصنع جيل، معلم اللي قاعد بوصل المعلومة بطريقة متسلسلة، بطريقة تتناسب مع القدرات الفردية داخل الغرف الصفية. وانتوا عارفين من منطقة لمنطقة بيختلف قدرات وأطباع الطلاب، فلذلك المعلم الناجح والقدير اللي بيستطيع انه يجير جميع هاي الظروف لإيصال المعلومة بشكل ممتاز للطالب وتحفيز الطالب على قبول هاي المعلومة وحل مشكلته. فأعتقد انه اذا بدنا نشكر لازم نشكر الجميع، المعلم، الطالب، الأهل، المجتمع المحلي، حتى السوشيال ميديا لها أثر كبير بتوجيه الناس للحقيقة والبحث عن المعلومة. فأصبح السوشيال ميديا مثلا إذا بدك تبحثي عن أي معلومة بتحطي على جوجل بتطلع لك المعلومة، لكن إيصال المعلومة تحتاج إلى معلم. نعم. ودائما أركان العملية التدريسية هي معلم وكتاب وطالب، غير هيك يعني أعتقد إنه عن بعد وإنه الولد يأخذ معلومة عن طريق البطاقة أو يأخذها عن طريق النت ما راح تكون المعلومة كاملة وراح يظل فيها نقص. وأعتقد إنه التدريس دائما بوجود المعلم. نعم، بس كيف ممكن أسأل المشاهدين التواصل مع مركز الأيبك الثقافي؟ تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. أولاً حياكم الله، إحنا مدينة السلط، داخل مدينة السلط في آخر شارع اليرموك، قريب من محلات كثيرة مشهورة منها مطعم عشق، مطعم فحم ولحم، المؤسسة المدنية، الحوت، طبعاً كل نسوان السلط بدلنه الحوت لأنه عنده عروض وإحنا بنسوي له دعاية قاعدين.
موقعنا كمان لنا صفحة على الفيسبوك، تلفوناتنا موجودة، التواصل عن طريق جروباتنا موجود، في لنا صفحات ممولة، وبالسلط ما بتغلبي مش زي بقية المدن. بالسلط احنا عبارة عن مدينة بصفات قرية. نعم، وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الأستاذ محمد دراتكا على حسن تفضله لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لكم، نورت شاشتنا. حياكم الله، شرفتونا، كل الاحترام. شكرا.